باكر يوم الأربعاء من الأسبوع الثالث من الخمسين المقدسة من مزامير أبينا داود النبي: سأقوم بالغدوات أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت. هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير: وبينما كان صاعدا إلى أورشليم أخذ الاثنى عشر معه على خلوة وقال لهم في الطريق: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان سيسلم إلى أيدي رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم ليستهزئوا به ويجلدونه ويصلبونه، وبعد ثلاثة أيام يقوم، والمجد لله دائما.